أقول لك شيء تيسير لو أقول أم كرار. والله تيسير، لأن كرار ما ساعدني بأي شيء، كرار صار ويا أبو علي. أنا هاي حلقة النار الثالثة اليوم، ابنك ما يحاكيك مقاطعك. لا لا يحكي وياي، بس يقول ما أشوفك إلا ترجعين لأبويا. صار كم سنة ما شايفك؟ سنتين. تشتاقي له؟ أموت عليه، أروح من الدنيا. ابني فلذت كبدي. أول ابن إلك. ترى كرار مو كبير، جمهور خاف عبالهم. ترى كرار عمره 14 سنة، طفل مو كبير، خاف عبالهم يعني. 14 سنة. 14 سنة طفل. وهذا يزن بدماغه. ليش اختلف عليك؟ أبوي يزن بدماغه ومدلله. وصاحب أملاك ورتبة. أبو أسي صار رتبة كلش واصلة. أبو عقيد. نعم. زوجة أبو شلون تعامله؟ تموت منه، تكرهه على كرهي. وتقول له هو هذا أبو كرار، تقول له تحب ذيش أم كرار. والثانية هم نفس الحالة، لأنه زوجتني أنس. صار تقريبا 14 من ماخذ الثانية، ساي الثانية طالبة الطلاق. بس ايش الأوان يعني، هي مشلبة طمعا بي يعني. شنو تقولين لابنك كرار إذا دي سمعتش؟ أقول له إنه يا ماما يا حبيبي، أنا ما عندي مشاعر على أبوك، أبوك صار كأخ إلي. ردي ترجعين لأبوك، تربطني به علاقة يعني صداقة أخوة. ممكن الحب يتحول ترى أخوة. وأنا ترى بحياتي ما حبيته. نعم. أنا زواجته غصب، كنت طفلة وكملت الكلية وأنا على دمته.